الكانيفاليه اطار الصامد النقابه الوطنيه للتعليم السي دي تي. هذه المسيره اليوم تم تنظيمها استمرارا للبرنامج النضالي الذي وضعته النقابه الوطنيه للتعليم السي دي تي احتجاجا على الدخول المدرسي الفاشل، احتجاجا على السياسات الترقيعيه الممنهجه من طرف المسؤولين. ننتظر من طرف الجهات الوصيه ان تفتح تحقيق واسع وشامل التصريحات التي تم التصريح بها من طرف المدير الاقليمي فيما يتعلق بان التكاليف تسند للمحظوظين والمحظوظات وتسند بطرق غير شرعيه، ونطالب كذلك من المسؤولين انهم يستجبوا للمطالب المشروعه ديال النقابه الوطنيه للتعليم انصافا للشغله التعليميه وانصافا للمتعلم باعتباره محورا للعمليه التعليميه التعلميه. والخطوه المقبله ان شاء الله ستاتي جريئه اكثر جراه، يعني في اطار سياسه الاذان الصماء وكذلك السياسه ديال التماطل. نحن مستعدون للذهاب بعيدا في برنامج نضالي تصعيدي ضدا على هذه السياسات الترقيعيه وضدا على هذا التدبير الفاشل لهذا الموسم الدراسي اللي الكل شهد على انه فاشل على اكثر من صعيد.